السلام عليكم. ضربت مقاتلات التحالف اليوم منزلا سكنيا في مديرية دمنة خدير بمحافظة تعز ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين. بالأمس ضرب التحالف منزلا في مديرية الصلو وأباد أسرة كاملة من 14 شخصا في لحظة واحدة. وقبلها عشرات المجازر التي ارتكبتها مقاتلات التحالف في تعز وغيرها من المناطق المدنية، أحيانا مناطق تبعد عن مواقع الحوثيين عشرات الكيلومترات. فماذا إذن يريد التحالف في تعز؟ يرسل لهذه المدينة صواريخ الموت ويمنع عنها أدوات الدفاع عن نفسها ليترك محاصريها آمنين والمدافعين عنها خائفين، أو هكذا تبدو مهمة التحالف في تعز. المفارقة هي أنه قبل أيام قال قائد محور تعز اللواء خالد فاضل إن آخر دعم وصل الجيش الوطني من التحالف كان قبل 18 شهرا، وأن الجيش أصبح يستقبل الدعم الشخصي والهبات، وهو إجراء مخل في عرف الجيوش. وإذا كان التحالف لم يدعم تعز منذ 1.5 سنة، فعلى أي أساس أعلن المحافظ أمين محمود انطلاق معركة تحرير تعز قبل 3 أشهر؟ ولماذا يلتزم الصمت الآن بعد أن اتضح أن العملية لم تفضي إلى شيء؟ ولماذا لا يقدم التحالف أي دعم لتحرير تعز رغم أهميتها الاستراتيجية في حسم المعركة مع الانقلابيين؟ أم أنه لا يريد تحريرها في حقيقة الأمر؟ وأمام هذه الحقائق التي بات يعرفها أبناء تعز، ما هي خياراتهم إذن لتحرير محافظتهم والعبور إلى المستقبل؟ وأخيراً، ماذا عن الاستهداف المستمر على المدنيين؟ هل سيستمر الصمت المخزي للجميع أمام استمرار نزيف دم الأبرياء بهذا الاستهتار؟ أعزائنا المشاهدين، هذه التساؤلات وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني مع ضيوفنا. وقبل أن نبدأ النقاش نتابع وإياكم هذا التقرير. تبدو تعز خلاصة مكثفة للمأساة اليمنية، وهي التي تعيش بين مطرقة مقاتل التحالف العربي وسندان ميليشيا الحوثي التي تكثف قصفها على التجمعات المدنية والأحياء المزدحمة بالسكان، ويخلف القصف ضحايا نساء وأطفال. غارة جديدة لمقاتلات التحالف العربي في دمنة خدير جنوب شرقي المدينة قتلت 3 مدنيين بينهم طفلة، وهي الغارة الثانية التي استهدفت مدينة في تعز خلال يوم واحد. أسرة صادق الحاج في مديرية الصلو أسرة مكونة من 13 مدنيا، قتلوا جميعهم بغارة جوية لمقاتل التحالف العربي يوم أمس الاثنين، في حالة يبدو فيها قصف المدينة عملا ممنهجا يخلف كل يوم ضحايا. لا صوت للشرعية إزاء الجرائم التي تتم بحق المدنيين، لا إدانة ولا بيان ولا توضيح باستثناء الدعوات التي توجهها وزارة حقوق الإنسان بين فترة وأخرى للتحقيق في الجرائم التي تطال المدنيين، وجهود اللجنة الوطنية التي لا تزال حبرا على ورق. في الجانب العسكري بتعز لا تزال المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الانقلاب مستمرة في جبهات متفرقة، في ظل تصريحات لقيادات عسكرية في الجيش الوطني تؤكد أن قصور التحالف العربي في دعم معركة تعز يخلف ضحايا جراء غياب الإمدادات. اللافت في الأمر هو توقف الحديث عن معركة التحرير. منذ إعلان المحافظ الجديد انطلقت المعركة وما صاحب ذلك الإعلان من غطاء إعلامي وسياسي واسع، لكن تلك الانطلاقة انطفأت فجأة كما لو أنها شمعة مؤقتة في كعكة لعيد ميلاد. بين الواقع الإنساني والواقع العسكري تعيش تعز جرح الزمان والمكان، كجغرافيا خارج حسابات الأطماع اللاهثة وراء الحدود، وككتلة سكانية حيوية يراد لها أن تفقد حيويتها وتعيش منكسرة ومنكمشة ومحاصرة. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد أو أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز عبر الأقمار الصناعية، الأستاذ ياسر المليكي المحامي والراصد الحقوقي. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بك بالسادة المشاهدين، حياكم الله. أستاذ ياسر، دعنا نبدأ من تفاصيل ضحايا أو الحادثة التي حدثت اليوم بقصف للتحالف في خدير. ما هي تفاصيل هذه الحادثة؟ دعني أقول أن ما يرتكبه طيران التحالف من جرائم بحق السكان المدنيين لم تكن هذه الواقعة التي حدثت اليوم وبالأمس هي آخر الوقائع. بالأمس أسرة كاملة قتلى ذهبوا ضحية لنقل جريمة ارتكبها طيران التحالف العربي، وراح ضحيته أكثر من 14 شخص بينهم نساء وأطفال على أطراف مديرية الصل المحادة لمديرية خدير،
واليوم صباحا أيضا طائرة أخرى تقصف على منزل آخر ويسقط 3 مدنيين قتلى، إضافة إلى 5 آخرين جرحى بينهم نساء وأطفال أيضا. هذه الجرائم أو هذه الأفعال الغير مشروعة التي يرتكبها طيران التحالف العربي ضد السكان المدنيين لم ترعوي ولن ترعوي دول التحالف العربي بسبب هذا الصمت الذي تمارسه أو الصمت الذي يعتري سلطة الحكومة الشرعية، إضافة إلى سلطة المحافظ أو المجلس المحلي أو السلطة المحلية في محافظة تعز. هذه الجرائم هي تأكل من شرعية هذا التدخل الذي يقوم به التحالف العربي في الأراضي اليمنية، تتآكل شرعية هذا التدخل كما تتآكل أيضا شرعية السلطة الشرعية التي لا تقوم بحماية سكانها المدنيين ولا تخاطب دول التحالف العربي عن هذه الجرائم التي تمارس ضد السكان المدنيين. ليس لا نقول أن هذه أخطاء، لكنها أفعال وجرائم غير مشروعة. منذ 3 سنوات كانت دول التحالف العربي تقتل عددا من المدنيين ما بين فترة وأخرى، ونقول هذه أخطاء يمكن أن تكون لسبب هنا أو لسبب هناك، ربما عن إحداثيات خاطئة أو ربما أن الحوثيين يستخدمون. هل يبرر ذلك أستاذ ياسر؟ دروعاً بشرية وبالذات أستاذ ياسر، يعني الآن حادثتين في يومين على الأقل متتالية، نتحدث عن ما حدث في أصل وكذلك دمنة خدير بالأمس واليوم، هل يعني ما هو موقف القانون الدولي من هذه الحوادث، وهل تبرر في سياق الاستهداف الخاطئ أو أن هذه أخطاء والأخطاء تحدث في الحروب؟ القانون الدولي الإنساني طبيعته وأسمى مبادئه وأهدافه هو حماية السكان المدنيين وأيضا المقاتلين العسكريين الذين لم يعودوا يخوضوا في الصراع المسلح. هذه المبادئ أو هذه هذا المبدأ الذي وضعه القانون الدولي الإنساني للأطراف الصراع أثناء النزاع المسلح اخترقته كل أطراف الصراع المسلح في اليمن بدرجات متفاوتة، لا نستثني من ذلك جماعة الحوثي وقوات صالح سابقا وجماعة الحوثي تاليا، إضافة إلى دول التحالف العربي، إضافة إلى جرائم ترتكبها القوات الحكومية هنا وهناك. هذه الجرائم لم تعد أخطاء بسبب أن الطيران بطبيعته هو سلاح موجه وليس سلاحا عشوائيا كالذي تستخدمه جماعة الحوثي على الأرض، وبالتالي فإن بنك الأهداف الذي تستخدمه دول التحالف العربي للمنشآت العسكرية يفترض أن يراجع ما بين فترة وأخرى. أضف إلى أن هذا الاستهداف الذي يتركز على السكان المدنيين وهم بعيدين كل البعد عن المواقع العسكرية وعن المنشآت وعن التجمعات مقاتلي الحوثي لا يبرر هذا الاستهداف للسكان المدنيين، غير أن يعني دول أفهم منك أستاذ ياسر العربي لم تربى. أفهم منك أنه وفقا للقانون الدولي، نعم، حتى وإن كان هناك شكوك بوجود عسكريين في منطقة ما، لا يجوز ضرب هذه المنطقة إذا ما كان هناك مدنيون فيها. بالطبع العمليات العدائية التي يديرها أطراف الصراع المسلح وضع لها القانون الدولي عددا من المبادئ. هذه المبادئ تتركز في 3 أشياء، هي مبدأ التمييز والتناسب والاحتياط. التمييز ما بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية وما بين المدنيين والعسكريين. التناسب في أن يكون الهدف الذي يرجى الهجوم عليه لا ينبغي التعريض السكان المدنيين بسببه، بمعنى أن هذا الهدف أو هذا المنشأة التي يراد قصفها يكون لها ميزة عسكرية أكثر من أن يستهدف التجمعات المدنية حولها، إضافة إلى مبدأ الاحتياط وهو يعني أن أن أن
أن تحقق أو تميز أطراف الصراع ما بين السكان المدنيين وما بين المقاتلين العسكريين، وإذا ما ارتأت أن هناك سكان مدنيين بجانب منشآت عسكرية فلا ينبغي القصف أو الهجوم على هذه المواقع حرصا على السكان المدنيين أو الأعيان المدنية. هذه الثلاث المبادئ لا تعمل بها دول التحالف العربي بشكل كبير. إضافة أنا هنا أيضا لا أبرئ ساحة جماعة الحوثي في أنها استخدمت عدد من المنشآت وعدد من التجمعات السكانية، دروع بشرية، عدد من الوقائع أو الأحداث التي ارتكبها طيران التحالف العربي كانت بناء على أن جماعة الحوثي استخدمت هذه المواقع سكنات عسكرية. لكن ما يعيب دول التحالف العربي أنها لا تسمح لفريقها أو للمنظمات الدولية في أن تحقق في كل الجرائم التي ترتكب بحق السكان المدنيين. وإذا ما كان هناك فريق محايد على الأرض فإن جماعة الحوثي أيضا مسؤولة عن عدد من الهجمات التي يرتكبها طيران التحالف العربي بسبب استخدامها إما للمدنيين دروعا بشرية أو للمنشآت المدنية كثكنات عسكرية. وهذا حدث في محافظة تعز في عديد من الوقائع رصدناها، إضافة إلى وقائع أخرى إما في العاصمة صنعاء أو 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 عدد من المحافظات الأخرى. نعم، طيب الآن يعني يحدث كل ما يجري الآن يحدث، ولم يعني لم نسمع إلى الآن حديث عن إدانة لهذه المجازر بشكل واضح من السلطات الرسمية، وكذلك حتى توضيح من قبل التحالف العربي وقيادة هذا التحالف عن طبيعة ما جرى على الأرض وسبب هذه الضربات. إلى ما ترجئ ذلك برأيك أستاذ ياسر؟ في تقرير لجنة العقوبات قال أن دول التحالف العربي أثناء الاشتباكات المسلحة ما بين جماعة الحوثي وقوات صالح أو جماعة صالح في العاصمة صنعاء في نهاية العام المنصرم، قالت أن طيران التحالف العربي ساعد قوات صالح وأغار بعدد من الغارات الجوية لحماية صالح وأعوانه من بطش جماعة الحوثي. وقالت أن هذه الهجمات التي قامت بها دول التحالف العربي هي خرقا أو اختراقا للقانون لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يقضي الذي قضى بعدد من العقوبات على صالح وعدد من أعوانه وكذا قيادات جماعة الحوثي. أقول أن هذه الهجمات التي ارتكبتها دول التحالف العربي في العاصمة صنعاء ينبئ أن ليس هناك تخطيط وليس هناك التزام بما تريده الشرعية، وليس هناك التزام بما نصت عليه القرارات التي تخص اليمن، وبالتالي فإن مساعدتها لصالح كان خرقا للقانون للقرار الدولي الخاص باليمن. هذا ينبئ على أن دول التحالف العربي تسير في واد والسلطة الشرعية تسير في واد آخر. أضف إلى أن السلطة الشرعية وقد قال قرار مجلس القرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن سلطتها تتآكل على الأرض اليمنية بسبب عدد من القوات التي شكلها التحالف العربي وتنهش في قسم الشرعية. ذكرت السلطة الشرعية أن هذه القوات مؤخرا تأكل من قسم السلطة الشرعية. هذا يعني أن السلطات الشرعية وهي ترى دول التحالف العربي ترتكب عددا من الأخطاء أو لنقل الجرائم والأفعال المشروعة ضد السكان المدنيين ولا تنبهها بذلك ولا توجه لها رسائل احتجاج أو رسائل تنبهها إلى أنها تستهدف السكان المدنيين وأن هذه الأفعال تؤدي إلى تفتت أو قسم الشرعية أمام المواطنين اليمنيين يؤدي إلى اهتزاز هذا القسم أمام الضحايا، فإن السلطة الشرعية تكون بذلك مرتكبة جريمة
بحق من استدعتهم لحماية المدنيين في الأراضي اليمنية، لكنهم يقومون بهذه الانتهاكات والجرائم القسيمة ضد السكان المدنيين، والسلطة الشرعية ساكتة أو متعامية عن هذه الأفعال، إما بضعف منها وهذا لا يبرر سكوتها، أو بتواطؤ وخوف من 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 ردود الأفعال التي يمكن أن يقوم به القادة دول التحالف العربي. هنا السلطة الشرعية تتحمل مسؤولية هذه الأفعال التي ترتكبها دول التحالف العربي بحق السكان المدنيين، وأنا هنا أخاطب السلطة الشرعية أن تتخاطب مبكرا مع قادة دول التحالف العربي، كما تخاطبت مؤخرا أو استدركت مؤخرا أن عدد من القوات تأكل من قسم الشرعية، فإن هذه الضربات التي تقتل السكان المدنيين والتي يفترض منها أن تحمي، أو هذه القوات أن تحمي السكان المدنيين، وهي قد تدخلت بطلب من السلطة الشرعية. طيب. ينبغي عليها أن تقوم بحماية السكان المدنيين. اليوم السكان المدنيين في محافظة تعز يتساءلون. وضحت هذه النقطة. دول التحالف العربي الذي تدخلت. نعم. طيب، لكن نعم. دعنا نشك معنا في هذه النقطة للحوار. أستاذ ياسر، الأستاذ براء شيبان الباحث الحقوقي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من لندن، أهلا بك أستاذ البراء. أهلا وسهلا فيك، وأهلا بالضيف الكريم عندك. حياكم الله أستاذ البراء. يعني الآن جريمتين خلال يومين متتاليين في تعز فقط، لقصف طيران التحالف وسقوط مدنيين بهذه الغارات، يبدو أن لا تعقيب جاء من التحالف أو حتى من السلطة الشرعية. كيف تراقب المشهد بخصوص غارات التحالف واستهدافها للمسلمين المدنيين؟ نعم، بالنسبة لاستمرار غارات التحالف بهذا الشكل، طبعا مثل ما ذكرنا، كلما استمرت هذه الضربات بهذه الطريقة هي تنعش الانقلاب من جديد، هي تطيل في امد الانقلاب، ومن يتحمل المسؤولية لا زالت الى هذه اللحظة لا زالت تتحملها الحكومة اليمنية. طبعا حتى في هذه الحادثة على سبيل المثال لم يصدر اي تعقيب رسمي، لم يعلن احد انه سوف يقوم بالتحقيق، انه سوف يراجع ماذا حدث. وللأسف حتى يبدو، يعني حتى كثير من اليمنيين قد تعودوا على سقوط مثل هؤلاء الضحايا. والنقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها، إلى أنه يتضح أيضا أن التحالف لم يغير استراتيجيته من الجو إلى الأرض، رغم أنه في محافظة تعز تحديدا كل الذي تحتاجها القوات الحكومية هو دعم ميداني. الاستراتيجية لا زالت هي منذ ثلاث سنوات، وأعتقد أن هذا أن استمرار هذه الأخطاء وبهذه الطريقة، يعني سوف يدي مشروع الحوثي وينهك التحالف وينهك الحكومة اليمنية. طيب، يعني في هذه النقطة أستاذ البراء، أنت تحدثت الآن على أن الحكومة الشرعية هي يعني من تتحمل المسؤولية القانونية، إذا ما يعني فتحنا المجال بشكل أكبر للحديث عن هذا الموضوع. من يتحمل المسؤولية في حالة سقوط مدنيين؟ من رفع مثلا مواقع الغارات إلى التحالف؟ من ضرب؟ من يتحمل هذه المسؤولية؟ هذا التفصيل، أنه الذي رفع الغارات أو الذي رفع أحداثيات أو يحدد مناطق مواقع الضربات، هذه تفصيلة ليست يعني في هذا التوقيت بيد الضحايا. من يعلن هذه المسؤولية تعلنها الجهة المسؤولة، وفي هذا الظرف هي الحكومة اليمنية. في هذه الغارة طبعا واضح المسؤولية مشتركة، الحكومة اليمنية والتحالف العربي، مسؤولية مشتركة بينهما الاثنين. أما نحن نحاول أن نحن نلاحق أشخاص مجهولين، لا نعرف من هم، لا نعرف أصلا هل هناك أحد أصلا رفع أحداثيات أم لم تكن هناك أصلا أحداثيات رفعت. هذه الملاحقة لهؤلاء الأشباح أعتقد هذه غير مجدية. من يتحمل تبعات هذا الانتهاك بشكل واضح
نقوله التحالف العربي والحكومة اليمنية. طيب بحسب مراقبتك للمشهد الآن، هناك لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهناك فريق داعم لها من قبل مجلس حقوق الإنسان تم تشكيله. بخصوص الغارات على المدنيين، هل تقوم هذه اللجنة وهذا الفريق بكل الإجراءات الكافية لحفظ حقوق الضحايا بضحايا المدنيين في هذه الغارات؟ طبعا هي الآن نحن نتحدث أنه هناك تحقيق في ظل وضع فيه لا زالت الحرب مشتعلة، لكن ما تقوم به اللجنة الوطنية الآن على الأقل أنها توثق هذه الحوادث، تقوم بالتحقيق حتى إذا تكون هناك فرصة فيما بعد لأي آليات عدالة أو عدالة انتقالية، يستطيع أهالي الضحايا أن يحفظ حقهم المدني على الأقل. الظرف صعب، الخيارات المتاحة صعبة. اليوم هؤلاء الضحايا لا يجدون لمن سيذهبوا، لا يستطيع طبعا الذهاب إلى القضاء لأنه لا يوجد قضاء، لا يستطيع الذهاب إلى النيابة لأنه لا يوجد نيابة، ولا يستطيع الذهاب إلى الحكومة اليمنية لأن الحكومة اليمنية هي اليوم هي جزء من المشكلة. طيب يعني وسط كل ذلك أستاذ البراء، ما الذي يمكن للمدنيين أن يقوموا به في هذه الحرب؟ يعني هناك احتمال كبير لأن يضربوا سواء من طيران التحالف سواء من قصف الحوثيين، ما الذي يمكن له القيام به حفاظا على حياته؟ أنا أعتقد أنه يجب على الجميع أن يرفع صوته وأن لا نجعل هذه الحوادث تمر مرور الكرام. أخطر ما يحدث في الانتهاك هو أنه يتعود المواطنين على طبيعة هذه الانتهاكات، ثم يقل سقف المطالب مع الوقت، لكن يجب أن يظل الصوت الحقوقي مرتفعا. وللأسف نحن في حالة حرب، هذا واقع يجب أن نسلم فيه. أشكرك أستاذ البراء الشيبان الباحث والحقوقي، كنت معنا على الهاتف من لندن. بالعودة إليك أستاذ ياسر، برأيك الآن هناك اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هل من الممكن أن تصل إلى هذه المناطق وأن تمارس عملها باستقلالية وأن تحدد ظروف وطبيعة ما يحدث وجرى على الأرض سواء في معارك أو في حادثة الصلو أو في حادثة دمنة خدير باليوم؟ لست عضوا في هذه اللجنة، ولكن كمراقب للعمل الحقوقي وللعاملين في المجال الحقوقي أقول أن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تبذل ما بوسعها أو تبذل جهدها في حماية الضحايا أو حفظ حقوقهم أو حفظ هذه الذاكرة للتاريخ، وهي حق الضحايا في أن تحفظ حقوقهم للتاريخ. هذه اللجنة تقوم بواجباتها في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية نوعا ما، لكنها في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين أعتقد أن عملها مقيد مثل بقية المنظمات الحقوقية سواء العاملة المحلية أو الدولية. اللجنة الوطنية للتحقيق أقصى ما يمكن أن تصل إليه في هذه الوقائع التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي هو أن ترصد هذه الواقعة، أن تجمع أسماء أو بيانات الضحايا إلى أن تتحرر هذه المنطقة أو يأتي إليها الضحايا أو أهاليهم عبر مكتبها سواء في تعز أو مكاتبها المنتشرة في المحافظات المحررة. يستطيع هؤلاء الضحايا الذهاب إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في تقديم شكاوى بما تقوم به دول التحالف العربي من جرائم بحقهم، لكن الحالة الحقوقية بشكل عام في هذه اللحظة ليست على ما يرام. في المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي لا يستطيع السكان الذهاب لتقديم الشكوى إلى المنظمات أو إلى اللجنة الوطنية للتحقيق إما في عدن أو في تعز، إضافة إلى خوفهم من أن ألا يلاقوا استجابة من هذه أو ممثلي دول التحالف إما في عدن أو غيرها، لا يلقون استجابة
انتصاف هؤلاء الضحايا أو تعويضهم. المشكلة هو أن دول التحالف العربي أيضا في هجماتها المتكررة والمستمرة بحق السكان المدنيين لا تسمح للضحايا بتقديم شكاواهم أو بلاغاتهم بشكل سريع أو مستمر. نعم. سواء الضحايا وسط مدينة تعز أو الضحايا في الساحل الغربي لمحافظة تعز، هؤلاء الضحايا في ظل الوضع الإنساني الذي تمر به المحافظة والوطن بشكل عام. طيب لا يستطيعون التنقل أو لا يعني ونحن نتحدث الآن عن حادثتين متتاليتين حدثتا في تعز، وعن الانتهاكات وعن القصف إلى آخره. يخرج يعني، وأنت مواطن في تعز تتحدث لنا الآن من تعز، قبل يومين أعلن قائد محور تعز أن التحالف لم يدعم الجيش في تعز منذ سنة ونصف، وسط كل ما يجري بداخل المدينة كمواطن من تعز، ما الذي تفهمه من هذا التصريح؟ ليس لي علاقة بالشأن العسكري، وهذه الأشياء يفهمها العسكريون أو هذه التصريحات وما وراءها يفهمها العسكريون، لكن أقول كمواطن في هذه المدينة كان يبغي من الحكومة الشرعية أو ودول التحالف العربي أن تحميه من بطش جماعة الحوثي، وهي الأهداف المعلنة لدول التحالف العربي حين تدخلت في اليمن بأن هدفها هو إعادة الشرعية إلى نصابها، وبالتالي حماية السكان المدنيين من بطش الحوثي. أقول كثير من السكان المدنيين هنا في تعز وألاقيهم بشكل يومي يتساءلون أين هذه الحماية وأين دول التحالف العربي من بطش الحوثيين من قصفهم من لمدينة تعز بشكل لنقل شبه يومي، ولا نرى طيران دول التحالف العربي منذ فترة يغير على هذه المواقع التي تنطلق منها هذه المدافع أو هذه المدفعية، لا نرى طيران دول التحالف العربي في المواجهات التي يعلن عنها الحكومة أو الأجهزة العسكرية هنا في محافظة تعز، لا نرى وجودا للطيران دول التحالف العربي، وهذا الغياب يفسر أن دول التحالف العربي لا يهمها أو ليس من اهتماماتها حماية السكان المدنيين أو دعم حتى حلفائها العسكريين في حادثة ارتكبها طيران دول التحالف العربي. نعم. مثلا على موقع العروس العسكري، وهذا الموقع يتبع قوات الحكومة الشرعية هنا في تعز ويبعد عن أقرب منطقة أو جبهة يتواجد فيها الحوثيين قرابة 5 كيلومتر، هذا الموقع ضربه طيران دول التحالف العربي لا لسبب سوى ما علمنا به من مصادرنا الخاصة، من أن هذه القوات الحكومية كانت تريد التقدم إلى مناطق الحوثيين، أرسل إليها طيران دول التحالف العربي هذه البرقية، وهي الهجمة التي أصابت هذا الموقع وقتل عدد من السكان المدنيين كانوا يتجولون بالقرب من هذا الموقع العسكري. هذه واقعة واحدة تكشف حجم الغموض الذي تعمل فيه دول التحالف العربي. نعم، التي ليست واضحة مع وبالفعل هناك الكثير من ربما الكثيرون يشتركون معك في أن نقطة هناك الكثير من علامات الاستفهام حول أداء التحالف في تعز. على كل حال أشكرك جزيلا أستاذ ياسر المليكي المحامي والراصد الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. مشاهدينا الكرام، سنستمر في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. بالضحي هربتوا لبرباشا حرب عشان بالحصاب، قاموا دقدق بيت الحصاب، ورجعنا للبيت حقنا الحصاب قاموا دقدق، وهربنا لبرباشا نرجع للحصاب، هربنا لبرباشا نرجع للحصاب في حال
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من تعز من فريق عمل المحافظ الأستاذ عمار السواي. أهلا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا بكم أخي. حياكم الله أستاذ عمار. إذن خلال يومين حدثت قصف لطيران التحالف استهدف مدنيين، سقط بسببه مدنيون، لم نشهد تعليقا من السلطة المحلية حول هذه الحادثتين. ما هو موقف السلطة مما يحدث؟ طبعا في كثير من الانتهاكات الممارسة، السلطة المحلية تقوم بدورها في السياق الحقوقي في السياق الإنساني. برضو كمان هذا عبر منبر قناة بلقيس نوجه دعوة برضو كمان لكل المنظمات الحقوقية والمنظمات المهتمة إنها ترصد مثل هذه الحالات، تتعامل معها كحالة حقوقية وتتبع خيوط هذه الانتهاكات، كيف بدأت، من الذي قدم الإحداثية الخاطئة، وليش تم هذا العمل. يعني هذه أمور ممكن تتم معالجتها في سياقها الطبيعي. فعلا هذه أمور تشعر بالأسف، يعني سواء أي مدني بريء يسقط في أي مكان من اليمن، سواء كان في تعز ولا في صنعاء ولا حتى في صعدة، أي مدني بريء يسقط وما لهش علاقة بالصراع وما كانش عسكري ولا هم اللي جيشوا قتل الناس، برضو هذا المفترض أنه تتم عملية تحقيق بشأنهم. هذا يعني هل من المنطقي عند الحديث عن سقوط ما لا يقل عن 17 مدنيا على الأقل، هذا غير المصابين، ألا يصدر بيان من السلطة المحلية تنديد أو ما شابه لعدم على الأقل إشعار الناس أن هناك من يهتم لأمرهم بخلاف المهمة الحقوقية التي سيقوم بها إن كان هناك مجال الخبراء الحقوقيون ومسؤولو الرصد في المنظمات؟ طبعا الحادثة عادها وقعت اليوم، والمسألة عادها ما زالت قبل تداول الفيسبوك والشغل هذا. هذه أمور مفترض يتم التحقق منها أولا عشان نعرف أولا السياق الطبيعي للحادثة، وبعدين نتكلم عن التعليق السلطة المحلية وغير السلطة المحلية، مع العلم أن السلطات المحلية غير معنية بوضع إشارات حول هذه الأمور، من أجل تترك ضوء مساحة لمنظمات المجتمع المدني، اللجنة الوطنية لتحقيق ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان للعمل والقيام بمهامها. هذه مسائل طبيعيه ومعروفه، لانه حتى في سياق السلطه المحليه طيله 3 سنوات ما فيش اي سلطه محليه مددت باي انتهاك قام فيه، لانه في اجراءات اخرى تقوم فيه. مش مهمه السلطه المحليه انها تحول الى مؤدب اعلامي مثل هم في المنفسدين، يعني هذا كلام برضو مش منطقي. لكن اليس لها المجال على ان تحسم المساله وتطلع الناس سواء في تعز او خارج تعز على حقيقه ما حدث باعتبارها المسؤول الاول عن المواطنين في محافظتها؟ تأكد أنها تقوم بإجراءاتها، لكن في سياق حرب ونزاع التعليق على حادثة واحدة يصبح برضو كمان مسألة مش منطقية. يعني المسألة هي متكررة في سياق الحرب، في اشتغالات متكررة، انتهاكات كثير تطال مدنيين تعز من قبل الحوثيين. السلطة المحلية من دورها تعلق على كل انتهاك على حدة، لكن في إجراءات اتخاذ مثلا عملية التحريز الحقوقي، عملية الرصد لهذه العملية، رفع التقارير الدولية أم منظمات الجهات المعنية، هذه هي الإجراءات الطبيعية، مش الإجراءات أنها تصدر بيانات ولا تعمل منشور على الفيسبوك. يعني هذه وظيفة أطراف أخرى. يعني ربما الحرب سهلت مسألة سقوط الضحايا المدنيين، نحن نتحدث هنا عن أسرة كاملة ذهبت ضحية هذا القصف، ربما يعتبر جرائم إبادة وفق بعض التصنيفات الحقوقية. لكن على كل حال إذا ما جئنا إلى سياق آخر أستاذ عمار، قبل فترة، قبل تحديدا تقريبا 3 أشهر، أعلن المحافظ عن انطلاق معركة تحرير المدينة بالأمس أو قبل أمس. يقول قائد المحور إن التحالف لم يقدم دعما للجيش منذ سنة ونصف، إذن لماذا تم الإعلان عن معركة تحرير بدون وجود دعم كافي للجيش في المحافظة؟ طبعا نعلم أنه حصل تغير في الخطط، هذه نقطة رقم واحد. النقطة الثانية برضو كمان هذه تظل مسألة شأن عسكري، يعني مجال ومحل تداولها يكون غرف العمليات العسكرية، ما أعتقدش أن القنوات الفضائية هي مكان لتداول مثل هذه المعلومات والأطروحات برضو كمان في هذا السياق. أشكرك إذن أستاذ عمار سواي أحد أعضاء فريق عمل المحافظ، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من تعز أيضا، محلل سياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. إذن أستاذ عبد الهادي، لعلك تابعت قبل يومين تصريح قائد المحور خالد فاضل حول أن التحالف لم يدعم
المحور في تعز والجيش في تعز منذ أكثر من عام ونصف أو منذ حوالي عام ونصف. والآن عندما نسأل أحد أعضاء فريق عمل المحافظ يتحدث لنا على أن هذا شأن عسكري وليس لديه مجال للتعليق حوله. كيف تتابع كل هذه الأمور فيما يتعلق بمسألة تحرير محافظة تعز؟ في البداية أعتقد أن الأمر لم يعد عسكريا كما قال الأخ عمار السوائل المتحدث باسم تعز أو المتحدث باسم المحافظة حاجتين أساسية، لأن قائد المحور أعلنه في مؤتمر صحفي، وبالتالي خرجت المسألة إلى الجمهور. المحور يتعرض لضغط شعبي وضغط عسكري من الوحدات العسكرية المتواجدة في تعز، والتي تبحث عن دعم محدد في النوعية، وهي أسلحة طاقية كافية لقيامه بعمليات اجتياح لما بقى من متاريس الميليشيات التي هُقمت بخط الريف حول تعز، مكونا من الألغام ومدفعيات ميدان ودبابات وكافة أنواع السلاح الثقيل التي تستخدمه الميليشيات، أمام سلاح متوسط وخفيف يستخدمه محور تعز ومعسكراته الستة في معركتهم، مما يفرض عليهم البقاء في وضع دفاعي. تكلم قائد المحور على أنه لا يمتلك أسلحة ألغام ولا يمتلك أيضا معدات محددة، لا مدفعية صاروخية، لا مدفعية كوزر، لا أي مدفعية متوسطة طويلة المدى، وكذلك لا يمتلك دبابات وأيضا غيرها من الأسلحة المدرعة ولا ناقلة جنود مدرعة أيضا. وهو تحديد طلب محدد، لكن هنا المسألة ليست مناطة بالتحالف العربي تحديدا، لكنها مناطة بالسلطة الشرعية التي يقاتل هذا الجيش باسمها وتحت إمرتها. هي من مهمتها توفير هذه المواد ممثلة في هيئة الأركان العامة تنقل بعضا من الأسلحة، سواء من حضرموت أو من شبوة أو من مارب أو من المنطقة العسكرية الرابعة. عليك هذا المحور جزء من المنطقة العسكرية، ولدى المنطقة العسكرية أسلحة مختلفة. إن كان مثلا لم يقدم التحالف، التحالف لديه التزام بتغطية الجانب الجوي من المعركة، وقدم ذخائر وقدم أسلحة في يومها كانت مهمة جدا للمقاومة وللجيش في ذات تشكيله. طيب أستاذ عبد الهادي، الآن يعني عندما يتم الحديث من قبل قائد المحور حول دعم التحالف، هناك حادثة أخرى حدثت أو خبر آخر تزامن مع ذلك، ما وصف بالزيارة السرية لقيادات من التحالف للصنعة واجتماعهم بالعميد عدنان الحمادي وغيره من القيادات العسكرية. برأيك هل من السليم الربط بين هاتين أو هذين الخبرين؟ أعتقد أن هنالك تحركات حسب ما وصل بي المعلومات، أن التحالف لديه هنا بإنشاء غرفة عمليات متقدمة لإدارة المعركة، خصوصا في الضفتين الشرقية والغربية لمحافظة تعز اللتان تدوان أشبه بشريط طولي. استطاع التحالف تحرير الشريط الساحلي حيث موانئ محافظة تعز ابتداء من باب المندب وذباب وموزع وأيضا إلى المقا والخوفة، وظلت أقدام الجبال مع خلف الساحل تحت سيطرة الميليشيات وبعض المجندين المحليين التابعين لها، وكذلك المنطقة الشرقية التي تمتد من كرش الراهبة وحتى الدين الحوضان. وهذه هاتين المنطقتين يتوزع عليهما لواءان عسكريان، كان اللواء الذي التقت به اللجنة القادمة من التحالف العربي و35 وهو موزع على الجبهتين، وليس لعلم هل تم اللقاء مع اللواء 17 الذي يرادف في الجبهة الغربية تحديدا، لأن هناك نوايا لكسر هذا الشريط الفاصل الذي تسيطر عليه الميليشيات.
الغرب تعز ولدفع حركة الجبهات في المنطقة الشرقية من الكرش الراهبة. فينا هناك أخبارا تروض عن الإدام الأمني، ولا أعتقد أن محافظة بهذا الحجم والبنية المترامية ومنطقة جبلية بحاجة إلى هدم، كونها منطقة إلى حد ما آمنة جدا. يعني في الحديث من حديثك عن الحزام الأمني أستاذ عبد الهادي، وقد تحدث عن الحزام الأمني، هناك من يعني يتحدث بمخاوف عن أن يتم عمل حزام أمني لمحافظة تعز، خاصة إذا ما تم استدعاء بالأذهان نماذج في الأحزمة الأمنية في محافظات أخرى. هل برأيك هذه المخاوف مبررة بالنسبة لمن تتراوده؟ يعني بالنسبة لمن يتكلمون عن هذه المخاوف مبررة، خصوصا أن هناك نسبة كبيرة من أبناء هذه المحافظة تعرضوا لانتهاكات حقيقية على يد الحزام الأمني في محافظتي عدن ونحن تحديدا الزفان، تمر عبرهما المنطقة الوحيد في هذه المحافظة المحافظة منذ 3 أعوام والتي لا منطقة آخر لها، تعرض نسبة كبيرة لانتهاكات ونشرت على مواقع وفي صحف وعبر منظمات وتكلمت عنها حتى تقارير الأمم المتحدة. ويومها جرى إدانة محافظي لحظة السابق المحافظة السابق وليس المحافظة الحالي، وأيضا المحافظ عدن الزبيدي كان يومها، وكان الخبطي الدكتور الخبطي هو محافظ لحد ترى إدانته من قبل تقرير الأمم المتحدة، وهذا هو السبب الكبير في هذا التخوف على أن الإسلام ممكن أن يرتكب انتهاكات. لكن الوضع أعتقد في محافظة تعز مختلف كثيرا، هنالك وحدات عسكرية مشمت لها هذا الجانب. بالنسبة للأمن في تعز تبلغ عدد القوى الأمنية قرابة 13,000 عنصر المنتمية إلى الجهاز الأمني هنا، وأيضا هناك قوة عسكرية متخصصة مدربة اسمها قوات الأمن المركزي، وهي منتشرة من الطرف الشمالي لمحافظة تحت حتى أقرب نقطة من المدينة، وهي ما تعرف بقوات الأمن الخاصة أو قوات الأمن المركزي سابقا. هذه القوة مهمة في الجانب الأمني، إضافة إلى عناصر الأمن العام، الشرطة الراتبة، شرطة النقطة، المرور، أيضا شرطة هناك أكثر من مسمى لوحدات عسكرية وفيها عناصر شابة، وهناك العشرات من الضباط. هناك نوع من الإرهاق والخربقة في إدارة هذه القوة التي يقول المسؤولون عليها أنها تعوز لهم الكثير من الإمكانيات، ولن يحدد الجميع ما هي الإمكانيات تحديدا التي تعوز هذه المؤسسات وكيفية إعادة تفعيلها للسيطرة على المديريات المحررة. هذه القوة كافية لتأمين جمهورية بأكملها وليست محافظة. المسألة مرتبطة بالوقت، ولا أعتقد أن هناك، لكن أنا أعتقده أن التحالف العربي لديه نوايا حقيقية لإنشاء غرفة عمليات متقدمة لإدارة معركة تحرير تعز، خصوصا الجانب الحربي من المحافظة لربطه بالساحل وهو ما تركز عليه هذه القوة، والجانب الشرقي من المحافظة لفتح الطريق الرئيسية التي تربط محافظة تعز بمحافظة لحج وعدن عبر القسم الشرقي منها. أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء منصور النقاش، أسامة عادل، ومحمد المقبلي، وجميع الأفراد في الطاقم الفني. في أمان الله.